أما سؤالك هل هذا من الدعاء المأثور؟ اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أقضي عني الدين وأغني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك، هذا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى ابن سعيد قال بلغني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكره، فيكون معضلا لأنه سقط من إسناده اثنان، لأنه سقط اسم مسلم ابن يسار ثم اسم الصحابي، ولذا أورده ابن أبي شيبة عن يحيى ابن سعيد عن مسلم ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون بهذا مرسلا، فلا يصح هذا أثرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلزم الناس أو يحث الناس على دعاء دعا به تابعي أو تابع تابعي.